أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم. أسعد بتجدد لقائي معكم دوما مستر محمد إبراهيم على شاشة قناة نيل التعليمية. في البداية أحب أهني كل الأسرة المصرية وكل الشعب المصري بأعياد الميلاد المجيد. اللهم أدم علينا السعادة والمحبة بين الجميع، اللهم آمين. النهاردة إن شاء الله عندنا ولاد الحلقة الثانية من حلقات المراجعة في مادة الكيمياء، ولأن إحنا دايما بنحب نتابع التعليقات بتاعتكم على شاشة قناة النيل أو على صفحة قناة النيل في قناة النيل على اليوتيوب. فبناء على رغباتكم النهارده ان شاء الله هيكون تركيز المراجعه على حل المسائل المختلفه والمتنوعه على الباب الثاني اللي هو فيه الحساب الكيميائي. بس قبل ما ابدا بطلب من الجميع ان شاء الله ان هو يحدد الادوات او يحضر الادوات بتاعته اللي هتساعده ان هو يحتفظ بكم المعلومات ان شاء الله اللي هو هيكون مفيد ليك بعد ربنا سبحانه وتعالى، ان انت لازم تحتفظ بيه على اساس يساعدك في التفكير وفي حل الاسئله الكتيره اللي احنا هنتعرض لها النهارده ان شاء الله. طبعا عندنا اولاد حل المسائل ممكن يكون في طريقة واثنين وثلاثة واربعة، مش مشكلة عندنا الطريقة اللي هتحل بيها قد ما هو مهم جدا ان انت توصل للناتج. لان انا بقول لحضرتك او في الحلقات اللي فاتت كلها بقول لك ان المهم عندنا ان انت تختار الاجابة الصحيحة وفقا للقواعد ووفقا للخطوات اللي انت هتمشي فيها. فخلينا كده نبدأ مع بعض يا اولاد. اول سؤال بيسألك بيقول لك انا عايز اعرف عدد ذرات الفوسفور الموجودة في 2 مول من غاز الفوسفور. طبعا وانا بناقش كلمة عدد الذرات مهم جدا بالنسبة لي اللي انا اتذكر حاجة مهمة جدا اللي هو عدد افوجادرو. مبدئيا مجرد ما بسمع كلمة حساب عدد الذرات او عدد الايونات او عدد الجزيئات فانا دايما بفكر عندنا في الرقم الثابت اللي هو عدد افوجادرو. بس خد بالك طريقة استخدامك لعدد افوجادرو يعتمد على طبيعة السؤال نفسه او طريقة السؤال اللي هو هتتعرض له. على سبيل المثال قبل ما نفكر في حل السؤال بتاعنا عندنا اولاد هدي لك مثال كده. لو انا عندي حمض الكبريتيك اللي هو ال H2SO4 وطلبت احسب عدد الذرات الموجودة في حمض الكبريتيك او عدد الايونات الموجودة في حمض الكبريتيك او عدد الجزيئات الموجودة عندنا في حمض الكبريتيك، مبدئيا عشان احسب عندنا عدد الذرات لازم اعمل عملية تفكك لحمض الكبريتيك بطريقة الذرات. يعني ايه يا مستر تفكك؟ اقول لك يعني المكونات الاساسية اللي بيتكون منها حمض الكبريتيك. ايه هي المكونات الاساسيه اللي بيتكون منها حمض الكبريتيك؟ لازم اعرف ان هو بيتكون من 2 مول من ذرات الهيدروجين مع 1 مول من الكبريت مع 4 مول من الاكسجين. كمان مره، يبقى انا لما بسمع كلمه عدد الذرات في اي مركب لازم اعمل عمليه تفكك للمركب بطريقه الذرات. على سبيل المثال حمض الكبريتيك، طب على هذا الاساس 1 مول من حمض الكبريتيك في 2 مول من الهيدروجين، 2 مول من ذرات الهيدروجين مع 1 مول من ذرات الكبريت مع 4 مول من ذرات الاكسجين، في المحصلة بتاعت عدد مولات الذرات هتبقى 7 اللي هي 2 و1 و4. طب دي بنسميها عدد مولات الذرات. لكن لو انا حابب اجيب عدد الذرات شخصيا فانا بضرب عدد مولات الذرات اللي هي 7 في رقم افوجادرو اللي هو رقم ثابت 6.02 في 10 اس 23. كمان مرة، يبقى لو انا حاسب او لو انا حابب احسب عدد الذرات لازم اعمل عملية تفكك بطريقة الذرات. طيب لو انا حابب احسب عدد الايونات تقولي نفس القصة، هعمل تفكك لحمض الكبريتيك بطريقة الايونات. طب هل الطريقة مختلفة يا مستر؟ مختلفة تماما. طريقة الذرات بشوف المكونات الاصلية اللي داخل المركب دون النظر لاي شحنات. طريقة الايونات هعمل تفكك للمركب بطريقة الايونات كالاتي: حمض الكبريتيك لما بيحصل له عملية تأيون بيتكون من 2 مول من أيونات الهيدروجين مع مول واحد من أيونات الكبريتات. يعني خد بالك وأنا بفكك بطريقة الذرات ما اهتمتش إن دي اسمها مجموعة ذرية كبريتات أو مش كبريتات، لا أنا يهمني مكوناتها الأصلية. وأنا بفكك بطريقة الأيونات مهم جدا بالنسبة لي كأني بكتب معادلة أيونية، ان انا عندي يا اولاد المجموعات الذريه بتنزل وحده واحده، يعني الكبريتات يعني الكربونات يعني النترات بتنزل عندنا وحده واحده من غير تفكك. كمان مره، يبقى عدد الذرات بفكك المركب لمكوناته الاصليه، عدد الايونات بعمل عمليه تاين او عمليه تفكك مائي للمركب في الميه مع الاهتمام ان المجموعات الذريه بتخرج عندنا وحدات واحده. طيب وفقا لكده عندنا يا اولاد عدد مولات الايونات هنا هي 3، يبقى دي 3 مولات من الايونات. طب يبقى كام ايون؟ تقول لي يا مستر يبقى انا هضرب في نفس الرقم الثابت اللي هو عدد افوجادرو، ودي قيمه ثابته لازم حضرتك تكون عارفها. يبقى انا لو حابب احسب عدد الذرات او عدد الايونات
هعمل تفكك بطريقة الذرات أو بطريقة الأيونات. طب لو أنا حابب أحسب عدد الجزيئات، تقول لي لا أنا ما بعملش عملية تفكك، أنا باخد عندنا عدد المولات بتاعة حمض الكبريتيك وهو جزيء، يعني هي واحد، وأضربه عندنا في عدد أفوجادرو. يبقى تطبيقاتك واستخداماتك لعدد أفوجادرو تعتمد على طبيعة السؤال. طب نخش بقى في سؤالنا عندنا يا ولاد، السؤال كان طالب إيه؟ السؤال كان طالب أصلا عدد ذرات الفوسفور الموجودة في غاز الفوسفور أو الموجودة في 2 مول من غاز الفوسفور. طيب مهم جدا أكون عارف الرمز الكيميائي لغاز الفوسفور. زي ما سبق واتناقشنا قبل كده عندنا في مراحل سابقة طبعا، إن أنا عندي مهم جدا الرمز الكيميائي لبعض الغازات. طيب الغازات المتاحة بالنسبة لك اللي هي مين؟ تقول لي حضرتك يا مستر أنا هتكلم على أنهي غازات بالظبط؟ أقول لك أنا عندي في غازات لعنصر وغازات لمركب. لو أنا هتكلم غاز لعنصر، غازات العناصر غالبا بعيد عن الغازات الخاملة بتتكون من جزيء ثنائي الذرة. يعني إيه؟ يعني لو أنا بتكلم على غاز الأكسجين هو بيتكتب O2، غاز النيتروجين بيتكتب N2، غاز الكلور بيتكتب Cl2 وهكذا، غاز الأيودين بيتكتب I2، غاز البرومين بيتكتب عندنا Br2. يعني يا مستر حضرتك معظم الغازات بتاعة العناصر بتبقى ثنائية الذرة. طيب هل دي كل الغازات؟ أقول لك لا، في عندنا نوعين من الغازات مهمين جدا بالنسبة لك عندنا يا ولاد، اللي هو غاز الفوسفور بيتكتب عندنا B4، ودي خلي بالك منها قوي قوي قوي، دي مهمة جدا بالنسبة لك، وغاز الكبريت اللي هو S8. يبقى أنا عندي يا مستر معظم الغازات بتاعة العناصر بتبقى ثنائية الذرة، وفي بعض الغازات بتبقى رباعية أو ثمانية. طب هل في تاني؟ أقول لك في عندنا غاز الأوزون اللي هو بيتكتب عندنا O3. طب يبقى أنا عندي لو أنا بتكلمك على غاز عادي، غاز الأكسجين، النيتروجين، الكلورين، الأيودين، البرومين، الهيدروجين، معظم الغازات بتاعة العناصر معظمها بتبقى ثنائية الذرة. غاز الفوسفور والكبريت لازم أكون عارف إن الفوسفور رباعي الذرة الجزيء بتاعه في الحالة الغازية طبعا، والكبريت ثماني الذرة في الحالة الغازية، والأوزون ثلاثي الذرة. طب يا مستر حضرتك والغازات الخاملة؟ معروف إن الغازات الخاملة عندنا يا مستر هي أحادية الذرة. طب نرجع لسؤالنا طبعا مع الاعتبار إن أنا المعلومة دي مهمة جدا بالنسبة لي. هنا كان السؤال إيه؟ السؤال كان بيقول لك احسب لي عدد ذرات أو عدد الذرات الموجودة في 2 مول من غاز الفوسفور. طيب يبقى أنا لازم ما دام سمعت كلمة عدد ذرات أو عدد أيونات يبقى أنا هعمل تفكك بطريقة الذرات أو بطريقة الأيونات. بس دون اعتمادا على ايه؟ اعتمادا على الشكل الكيميائي لغاز الفوسفور. طب انا لسه قايل لحضرتك من شويه هو ايه الشكل الكيميائي لغاز الفوسفور؟ تقول لي نبص كده مع بعض يا مستر، هي عباره عن B4 وهو في الحاله الغازيه. طب هعمل عمليه تفكك هيطلع عندنا 4 مول من ذرات الفوسفور. دي حته مهمه جدا اللي انت تعمل عمليه التفكك للمركب بتاعك وفقا للطريقه اللي انا هسالك عليها. طب دي أول خطوة مهمة، يبقى أول خطوة مهمة لو سمعت كلمة عدد ذرات هعمل تفكك بطريقة الذرات. طيب الخطوة الثانية عندنا يا ولاد هبتدي أترجم. يعني إيه يا مستر أترجم؟ أقول لحضرتك ده عبارة عن 1 مول من غاز الفوسفور. طيب هو 1 مول من غاز الفوسفور جواه كام مول من ذرات الفوسفور؟ عبارة عن 4 مول. طب هو حضرتك عايز عدد مولات ذرات الفوسفور ولا عدد الذرات شخصيا؟ اقول لك لا انا عايز عدد ذرات الفوسفور شخصيا. طب قول لي حضرتك يبقى انا هضرب عدد المولات اللي هي 4 في الرقم الثابت بتاعك اللي هو افوجادرو، ده رقم ثابت عندك زي ما انا كاتب لحضرتك دلوقتي، يبقى كل 1 مول من غاز الفوسفور في 4 في الافوجادروز نمبر من عدد الذرات. طيب ايه السؤال؟ السؤال بيقول لي لو انا عندي 2 مول من غاز الفوسفور عايز اعرف عدد الذرات الموجود فيها او الموجوده في 2 مول. طبعا هنعمل طرفين في وسطين. بس انا وانا بجاوب هنا عندنا يا ولاد هبص كده للاجابه بتاعتي. الاجابه بتاعتي مديني مجموعه اختيارات، بيقول لي هل الاجابه ضعف عدد افوجادرو ولا 4 اضعاف عدد افوجادرو ولا 8 اضعاف عدد افوجادرو ولا 6 اضعاف عدد افوجادرو. اذا هو هنا الرقم ده في حد ذاته هو مش حاططهولك في الإجابة.
هو بيقول لك الرقم النهائي اللي هيطلع في الإجابة، واللي أنا قلت لك قبل كده لازم تفكر وتقرر عشان لازم إن شاء الله تختار الإجابة السليمة عشان تاخد الدرجة كاملة، لأن أنا هنا عندي الخطوات هي خطوات توضيحية فقط، مش هتأثر عليك في الناتج النهائي، أو مش هتأثر عليك أنا آسف في الدرجة النهائية اللي أنت هتاخدها، المهم اللي أنت تكتب الناتج النهائي سليم. طيب كمان مرة بقى، يبقى أنا لو ضربت طرفين في وسطين هتطلع 8 في عدد أفوجادرو، يعني 8 أضعاف عدد أفوجادرو. كمان مرة يا ولاد، يبقى أنا عندي غاز الفوسفور بيتكتب عندنا B4، عملت له عملية تفكك طلع 4 مولات من ذرات الفوسفور. طيب يعني المول الواحد من غاز الفوسفور في 4 في الافوجادرو. طب ليه ضربت في الافوجادرو؟ اقول لك لان انا محتاج احسب عدد الذرات. طب المطلوب عندي يا اولاد لو انا عندي 2 مول من غاز الفوسفور هيبقى عدد الذرات الموجوده هي 8 اضعاف في افوجادرو. كمان مثال يا اولاد على الحته دي، لو اسالك برضو نفس المبدا او نفس السؤال ولكن هاخد المره دي غاز الاكسجين، تقول لي غاز الاكسجين ده من الغازات ثنائيه الذره، لان هو غاز لعنصر من العناصر اللي حضرتك قايل لنا عليها من شويه اللي هي ثنائيه الذره زي معظم الغازات. هشتغل ازاي؟ السؤال اصلا بيقول احسب لي عدد ذرات موجوده في 2 مول من غاز الاكسجين. هفكر ازاي؟ تقول لي حضرتك يا مستر قلت من شويه لما نسمع كلمه عدد ذرات او عدد ايونات لازم هنعمل عمليه تفكك بطريقه الذرات او طريقه الايونات. طب ازاي؟ هكتب الرمز الكيميائي لغاز الاكسجين اللي هو O2 واعمل له عملية تفكك، هيطلع لك 2 مول من الاو. طب دي اول خطوة. الخطوة الثانية هنبتدي نترجم. نترجم يعني ايه؟ اقول لك غاز الاكسجين ده 1 مول. طب تمام، في كام مول من الذرات؟ في 2 مول. طب في كام ذرة شخصيا من الاكسجين؟ تقول لي هضرب في الرقم الثابت اللي هو رقم افوجادرو. تاني يا ولاد، يبقى الرقم ده عندنا اسمه عدد المولات، عشان احول من عدد المولات لعدد الذرات فانا بضرب عندنا في رقم افوجادرو. طيب ايه سؤالك؟ السؤال بيقول لو انا خدت 2 مول من الاكسجين هيطلع عندنا عدد الذرات تطلع كام؟ طبعا لو انا اشتغلت طرفين في وسطين هيطلع عندنا يا مستر عدد ذرات الاكسجين الموجوده في 2 مول من غاز الاكسجين هتطلع 4 اضعاف عدد افوجادرو. طب نفس المبدا لو بسالك على الكبريت، تقول لي خد بالك الكبريت في الحاله الغازيه هو S8. طب اعمل اول خطوه اللي هي مرحله التفكك، يبقى 8 من الاس. طب اعمل الخطوه بعد عمليه التفكك اللي هي عمليه الترجمه، ده اصلا 1 مول. في كام مول من ذرات الكبريت؟ في 8. طب انا عايز احسب عدد المولات ولا عدد الذرات شخصيا؟ تقول لي عدد الذرات شخصيا، فانا هضرب عندنا في الرقم الثابت اللي هو رقم افوجادرو. يبقى المول الواحد من غاز الكبريت في 8 في الافوجادرو ذرات من الكبريت. طب ايه السؤال؟ لو انا مثلا خدت 0.5 مول من الكبريت هتطلع عندنا القيمه هنا نحسبها. نحسبها طبعا بالطرفين في الوسطين. طيب ايه كمان يا اولاد؟ تقول لي طب حضرتك دلوقتي وانا بناقش نمط الاسئله بتاع افوجادرو مهم جدا 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 لحضرتك هو ازاي تتعامل اصلا مع اصل السؤال. يعني ايه؟ يعني مهم جدا عندنا يا مستر سؤالك، وخصوصا في العمليات الحسابيه اللي احنا بنعملها، هو الطريقه بتاعه البدايه نفسها عشان تقدر تفكر في السؤال وتطلع لي الناتج سليم. لازم تعرف الهدف من السؤال. هدفك هنا من السؤال حساب عدد الذرات او حساب عدد الايونات او حساب عدد الجزيئات. هنركن عدد الجزيئات على جنب شويه يا اولاد لان دي مباشره اكتر، ولكن عدد الايونات او عدد الذرات محتاجه منك تدخل. تدخل الاول هكتب رمز المركب بتاعي او رمز الغاز، الرمز الكيميائي طبعا للمركب بتاعي او الغاز اللي انا اسالك عليه. الطريقه الثانيه هعمل عمليه التفكك على حسب هل هو طالب ذرات ولا طالب ايونات. الطريقه الثالثه هبتدي اترجم واعوض. طب برضه عشان ما تتوهش مني يا اولاد ركز كده في مثال كمان بس عدد الايونات. هيقول لك احسب لي عدد ايونات الناتجه، عدد ايونات الصوديوم الناتجه من ذوبان 2 مول من كبريتات الصوديوم في الميه. كمان مره، عدد ايونات الصوديوم الناتجه من ذوبان 2 مول من كبريتات الصوديوم في الميه. افكر ازاي؟ تقول لي حضرتك يا مستر قلت لنا لما نسمع كلمه عدد ذرات او عدد ايونات هكتب وبعدين اعمل تفكك. طيب رمز كبريتات الصوديوم اللي هي Na2SO4، ده الرمز بتاع كبريتات الصوديوم. هعمل لها عملية تفكك، بس هعمل لها تفكك بطريقة الأيونات.
طب تفكك بطريقة الأيونات هل زي التفكك بطريقة الذرات؟ تقول لي لا مختلف. طب نعمل كده عندنا تفكك بطريقة الأيونات، هيطلع عندنا يا ولاد 2 مول من أيونات الصوديوم مع مول من أيونات الكبريتات. لاحظ إن الكبريتات طلعت وحدة واحدة. طبعا وانا بعمل تفكك بطريقة الأيونات المجموعات الذرية ما تتفككش، المجموعات الذرية زي الكبريتات وزي الكربونات وزي غيرها كتير بتخرج عندنا وحدة واحدة. طب نرجع لسؤالنا، الراجل بيقول لي احسب لي عدد أيونات الصوديوم الناتجة من ذوبان 2 مول من كبريتات الصوديوم. طبعا 2 مول 3 مول نص مول، مش هي دي المشكلة. طب رقم واحد أنا عملت المعادلة بتاعتي أو عملت المعادلة الأيونية بتاعتي. رقم اتنين هشوف عندنا سؤالي هشتغل على مين. السؤال بيقول لي احسب لي عدد أيونات الصوديوم، يبقى أنا هركز شغلي على أيونات الصوديوم اللي هتطلع من 2 مول من كبريتات الصوديوم. إذا هنا مفيش أي معلومة رقمية ولا هو مدهاني ولا هو طالبها مني على أيونات الكبريتات، يبقى شغلي على أيونات الصوديوم وعلى كبريتات الصوديوم. كمان مرة لاحظ كده عندنا أولاد أنا بشتغل وفقا لنمط السؤال، يعني هنا السؤال طالب مني عدد أيونات الصوديوم الناتجة من ذوبان 2 مول من كبريتات الصوديوم، إذا شغلي على أيونات الصوديوم الناتجة وكبريتات الصوديوم اللي هي موجودة في المتفاعلات. طب نيجي للخطوة الثانية بعد عملية التميؤ أو عملية التأين أو تفكك المركب وفقا للطريقة اللي أنا بقول لك عليها، هاجي للمرحلة المهمة اللي أنا بسميها مرحلة الترجمة. يعني إيه مرحلة الترجمة؟ تقول لي حضرتك هتشتغل على كبريتات الصوديوم وعلى أيونات الصوديوم. طب ترجم وفقا للوحدة اللي أنت هتستخدمها. يعني إيه؟ الراجل بيقول لي احسب لي عدد أيونات الصوديوم، يبقى أنا محتاج الصوديوم ده بوحدة الأيون أو وحدة الأيونات. الناتجة من ذوبان 2 مول من كبريتات الصوديوم، يبقى أنا محتاج كبريتات الصوديوم دي بوحدة المولات. دي بنسميها الوحدات الثابته اللي انا هشتغل بيها. طيب نيجي لمرحله الترجمه وفقا للوحدات. اصلا كبريتات الصوديوم ده كام مول يا اولاد؟ تقول لي حركه يا مستر ده 1 مول. عرفت منين؟ تقول لي المولات بتاعه الجزيئات هي الوزنه بتاعه المركب الموجود في المعادله، وده عندنا هو 1 مول. طيب ده كام ايون من ايونات الصوديوم؟ تقول لي حركه يا مستر ادي 2 اللي هو عدد مولات الايونات، دي اسمها عدد مولات الايونات اللي هي الاثنين دي. طب انت عايز عدد الايونات شخصيا، فانا هضرب عندنا في الرقم الثابت بتاع افوجادرو. انا ضربت في الرقم الثابت بتاع افوجادرو عشان هو عايز عدد الايونات. طب تمام، يبقى الترجمه بتقول كل 1 مول اصلي من كبريتات الصوديوم بيطلع 2 مول في الافوجادروز نمبر او في رقم افوجادرو من ايونات الصوديوم. دي الترجمة وفقا للعلاقة النظرية اللي أنا كاتبها. طب إيه السؤال؟ السؤال عايز يحسب عدد الأيونات بتاعة الصوديوم طبعا الناتجة من 2 مول. طبعا هحسب عندنا هنا الإكس طرفين في وسطين هتطلع 4 في رقم أفوجادرو. كمان مرة يا ولاد، يبقى أنا هكتب رمز المركب بتاعي اللي هو في الحالة دي هو كبريتات الصوديوم. تاني مرحلة هعمل عملية تأين لمركب كبريتات الصوديوم. تالت مرحلة هبتدي أشوف هشتغل على مين في العلاقة الرياضية أو من المعادلة اللي هو كاتبها لي. بمعنى إيه؟ يعني هنا سؤالي كان طالب مني حساب عدد أيونات الصوديوم الناتجة من كبريتات الصوديوم. يبقى هنا في الحالة دي الكبريتات شخصيًا ما كانتش تهمني. يعني أيون الكبريتات شخصيًا ما كانش يهمني. اللي كان يهمني هنا في العلاقة اللي أنا هشتغل بيها هو أيونات الصوديوم إلى جانب كبريتات الصوديوم. طيب وبعد ما عملت عملية التأين بتاعتي ابتديت اختار اللي انا هشتغل عليه تاني، يبقى انا هعمل عملية تأين للمركب، هحدد انا هشتغل على مين في المعادلة اللي انا كتبتها، هشتغل على ايونات الصوديوم وعلى كبريتات الصوديوم. تالت مرحلة هترجم وفقا للوحدات. يعني ايه هترجم وفقا للوحدات؟ انا عندي وحدات مولات وعندي وحدات جرامات وعندي وحدات عدد ايونات او عدد جزيئات او عدد ذرات. طبعا عدد مولات او عدد عدد ذرات او عدد ايونات او عدد جزيئات دي محتاجه هضرب في الرقم الثابت اللي هو رقم افوجادرو. خد بالك الطريقه اللي انا بقول لحضرتك عليها دي هتناسب ان شاء الله معظم الافكار اللي هتجيلك، بس ركز كده عندنا يا مستر عشان تعرف انا هستخدمها ازاي. هدي لك مثال كمان
ولو سمحت كده حاول تحل معايا كده وانا شغال. لو بقول لك انا عايز احسب عدد الايونات الناتجه من ذوبان 5 مول من كربونات الصوديوم في الميه، كمان مره، هو الراجل طالب مني عدد الايونات الناتجه من ذوبان 5 مول من كربونات الصوديوم في الميه، هعمل ايه؟ تقول لي اول خطوه يا مستر هنكتب رمز كربونات الصوديوم اللي هو Na2CO3. طيب وبعدين نعمل له عمليه تأين لان هو طالب مني عدد الايونات، هيطلع لك 2 مول من ايونات الصوديوم مع مول واحد من ايونات الكربونات. يبقى دي اول خطوه بالنسبه لك، عملت عمليه التأين. وبعدين الراجل بيقول لي احسب لي عدد الايونات، يعني هو طالب الايونات الكليه. يعني ايه الايونات الكليه؟ في المثال اللي فات عندنا ولاد كان طالب مني ايونات الصوديوم وكان ممكن يطلب مني ايونات الكربونات، لكن هنا طالب مني عدد الايونات، طالما ما حددش فهو يقصد عدد الايونات الكليه. طيب الناتجه من 5 مول من كربونات الصوديوم، يبقى انا رقم واحد كتبت المعادله الايونيه بتاعتي، رقم اتنين حددت هشتغل على مين وفقا للسؤال، رقم ثلاثة أترجم الوحدات. يعني إيه؟ تقول لي حضرتك هو هنا عايز عدد الأيونات، يبقى هو عايز وحدة أيون. الناتجة من ذوبان 5 مول من كربونات الصوديوم، يبقى هو هنا عايز وحدة مولات. طب يا مستر هو حضرتك ينفع طرف بالمول وطرف بالأيونات؟ أقول لك مفيش أزمة إن الطرف في الشمال والطرف في اليمين يكونوا وحدات مختلفة. المهم إن كل الوحدات في الطرف الشمال تبقى نفس القيمة أو نفس الوحدة، وكل الوحدات في الطرف اليمين تبقى نفس الوحدة. خد بالك دي طريقة مباشرة، وإن كانت مثلا ممكن تكون مربكة ليك في بعض الأحيان، ولكن قدر الإمكان خلي عندك طريقة تفكير واثنين وثلاثة، لأن ممكن نمط سؤال يجبرك اللي أنت تفكر بطريقة مختلفة عن اللي أنت متعود عليه. كمان مرة، يبقى أنا كتبت المعادلة بتاعتي اللي هي المعادلة الأيونية، حددت هشتغل على مين، هنا طالب مني عدد الايونات، يبقى مش محدد نوع معين من الايونات، يبقى انا هشتغل على الايونات الكليه، وحددت هشتغل على طبعا اكيد كربونات الصوديوم لان انا ما عنديش غيره. طب نبتدي عندنا يا اولاد بقى نشوف الترجمه الرقميه. الترجمه الرقميه هنا عدد مولات الايونات الكليه هي عباره عن 2 مول من ايونات الصوديوم مع مول واحد من الكربونات، يبقى على هذا الاساس عدد مولات الايونات الكليه هي 3. قلت مستر حضرتك بس هو عايز الايونات مش مولات الايونات، يبقى انا هضرب عندنا التلاته دي في الرقم الثابت بتاعنا اللي هو رقم افوجادرو. طب تمام، يبقى انا عندي صوديوم كربونيت او كربونات الصوديوم دي عدد المولات الاصليه بتاعتها 1 مول. طب وعدد الايونات اللي بتطلع هي 3 في الافوجادرو. طب ايه السؤال؟ الراجل بيقول لك انا عايز اعرف عدد الايونات اللي هتطلع من 5 مول من كربونات الصوديوم. طبعا نجيب بقى الاكس اللي هي طرفين في وسطين، نطلع قيمه الاكس هتطلع لك 15 في رقم افوجادرو. طب على نفس السؤال ده يا اولاد، لو كان هنا عندنا المطلوب مني عدد ايونات الكربونات الناتجه من نص مول من كربونات الصوديوم، طب يبقى في الحاله دي هشتغل على كربونات الصوديوم اكيد، وهشتغل على ايونات الكربونات بس لان هو اللي طالب مني. طب كربونات الصوديوم الأصلية هي 1 مول، طب وعدد أيونات الكربونات هي 1 في الأفوجادرو اللي هو الرقم الثابت. طب لو أنا خدت من هنا نص مول هيطلع عندنا عدد أيونات الكربونات واي، نجيبها عندنا طرفين في وسطين. ده نمط سؤال لو الراجل طالب من حضرتك عدد أيونات ناتجة من ذوبان ملح معين. طب مثال أخير، لو انا بقول لك احسب لي عدد الايونات الناتجه من ذوبان 10 جرام من كلوريد الصوديوم في الميه، يبقى انا عايز احسب عدد الايونات الناتجه من ذوبان 10 جرام من كلوريد الصوديوم في الميه. افكر ازاي؟ تقول لي رقم واحد رمز كلوريد الصوديوم هو ال NaCl، هو عايز ايونات، يبقى هعمل المعادله الايونيه، هيطلع عندنا Na بوزيتيف وCl نيجاتيف. كتبت المعادلة الأيونية وبعدين تقول لي هنرجع لسؤالنا هنشوف هو عايز ايه بالظبط. هو عايز يحسب عدد الأيونات، طيب هو عايز يحسب عدد الأيونات الكلية، أترجم على طول هو عايزها بوحدة الأيون. طيب ايه كمان اللي هتطلع من 10 جرام
من كلوريد الصوديوم، يبقى هو عايز دي بوحدة الجرام. تاني، يبقى أنا كتبت المعادلة الأيونية وكتبت الوحدات اللي أنا هستخدمها، وزي ما اتفقنا من شوية مش مهم الوحدات في الطرف، النواتج مختلف عن الوحدات في طرف المتفاعلات، مش هي دي المهم. المهم إن كل الوحدات في الطرف اليمين تبقى كلها وحدات واحدة، وكل الوحدات في الطرف الشمال كلها تبقى وحدات واحدة. طب نيجي للمرحلة المهمة التانية، وهي مرحلة الترجمة. مرحلة الترجمة هنا عندنا يا ولاد هتحتاج مني اللي أنا لازم أدي لك إن الـ NA بـ 23 والـ CL بـ 35.5، دي حاجات هيديها لك ما تقلقش يعني. طيب، يبقى أنا محتاج كلوريد الصوديوم بالجرام. أنا المسألة اللي فاتت كنت بشتغل عليه بالمول، لأن هو كان طالب مني أو كان مديني معلومة عنه بالمول، هنا هشتغل عليه بالجرام. طب ما تترجم ده بالجرامات. إزاي؟ تقول لي أدي الـ NA حضرتك مديها لنا عندنا بـ 23، وأدي الكلورين أدي 35.5، هتطلع لك 58.5 جرام. طيب وبعدين؟ عايز يحسب عدد الأيونات. يا مستر ده هو مش محدد أيون بعينه، ده هو عايز يحسب عدد الأيونات الكلية. طب مبدئياً ده مول من ايون الصوديوم مع مول من ايون السي ال سالب. طب يا مستر يبقى ده كده عباره عن 2، دي اسمها 2 مول من الايونات. هل هو عايز 2 مول من الايونات؟ هو عايز عدد مولات الايونات ولا عايز عدد الايونات شخصيا؟ تقول لي لا حضرتك هو عايز عدد الايونات شخصيا، فانا هضرب عدد مولات الايونات اللي هي 2 في الرقم الثابت اللي هو رقم افوجادرو، وطبعا رقم افوجادرو ده هو مش هيديهولك، لازم حضرتك تبقى عارفه. طيب يبقى انا كتبت المعادله الايونيه وعرفت هشتغل على مين، هشتغل على كلوريد الصوديوم وعلى الايونات اللي هتطلع كلها، وكتبت عندنا الوحده اللي انا هستخدمها، هو اداني معلومه عن كلوريد الصوديوم بالجرام فهشتغل على كلوريد الصوديوم بالجرام، وطالب مني عدد الايونات الكليه فهترجم عندنا عدد الايونات الكليه. دي الترجمه بتاعتي. فين السؤال؟ السؤال بيقول احسب لي عدد الايونات اللي هتطلع عندنا ولاد من 10 جرام من كلوريد الصوديوم. طبعا هنحسب الاكس دي بطريقه الطرفين في وسطين زي ما حضرتك متعلم. طيب مثال كمان او مثال اخير، لو قال لي احسب لي عدد ايونات الصوديوم الناتجه من ذوبان نص جرام من كلوريد الصوديوم. قلت له مستر ما هو نفس الفكره اللي فاتت. اقول لك هي الفكره عندنا واحده، لو انت عرفت هتشتغل ازاي. طب هنشتغل ازاي؟ قلت له تمام، رقم واحد هكتب كلوريد الصوديوم اللي هو الـ NaCl المعادله الايونيه بتاعته، يعني واحده Na بوزيتيف مع واحده Cl نيجاتيف، يبقى دي اول حاجه اللي هي المعادله الايونيه. طيب ايه كمان؟ الراجل بيقول لي احسب لي عدد ايونات الصوديوم، يبقى هنا هشتغل على الصوديوم بس بوحده الايون، ولما اسمع كلمه وحده الايون يبقى اكيد 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 بفكر في الرقم الثابت بتاع افوجادرو. طب تمام. ايه كمان؟ الراجل مديني معلومة عن كلوريد الصوديوم بالجرام، يبقى انا هشتغل على كلوريد الصوديوم بالجرام. طب عشان اشتغل على كلوريد الصوديوم بالجرام لازم اكون مدي لك الصوديوم بكام والكلورين بكام، طبعا انا اديتهم لك في المسألة اللي فاتت وحسبناها، هتطلع ب 58.5 جرام. طيب هشتغل على الصوديوم بس بطريقة الايونات. قلت له يا مستر هنضرب عندنا ادي واحد في الرقم الثابت اللي هو افوجادرو، للمرة الأخيرة ده رقم لازم أكون عارفه. يبقى أنا كده عندنا مستر ترجمت أو ترجمت المسألة وفقا للي أنا اخترته. أنا اخترت صوديوم أو أيونات الصوديوم مع كلوريد الصوديوم. طب نقراها كده عندنا رقميا، كل 58.5 جرام من كلوريد الصوديوم بتطلع واحد في أفوجادروز نمبر من أيونات الصوديوم. إيه السؤال؟ السؤال بيقول لو أنا خدت 1/10 جرام من أيونات أو سوري من كلوريد الصوديوم هيطلع عندنا عدد ايونات الصوديوم عندنا واي، تطلع القيمه زي ما تطلع. طيب هنا عندنا يا ولاد هيطلع لك رقم. طبعا انا بستغرب جدا لما حضرتك تستغرب الناتج اللي انت هتطلعه. يعني ايه يا مستر؟ اقول لك يعني انت اكيد القيمه اللي هتطلع دي هتطلع رقم كبير او رقم صغير، اما كبير قوي او صغير قوي على حسب العلاقه اللي انا مديها لك. طب هل انا اقلق من الرقم؟ اقول لك انت تقلق بس لو انت مطبق خطوات غلط، لان انت مبدئيا انت بتضرب في رقم كبير جدا اللي هو 10^23، 6.2 × 10^23، فلازم يطلع لك اما رقم كبير قوي بباور بوزيتيف او بقص موجب يعني،
او يطلع لك رقم صغير جدا. فانت سيادتك بس تراعي حاجه مهمه، خطوات الحل بتاعتك هل سليمه؟ طيب الرقم اللي انت طلعته ده هل انت متاكد ان انت اشتغلت بالكالكوليتر بتاعتك بطريقه سليمه؟ لو انت متاكد من خطواتك، متاكد من الرقم اللي انت طلعته واشتغلت بالكالكوليتر بطريقه سليمه، ما تقلقش ان شاء الله من الرقم. هو غالبا عندنا اولاد بيدي لك في الاختيارات او هيدي لك في الاختيارات يقول لك مثلا ضعف افوجادرو، نص افوجادرو، ربع افوجادرو، افوجادرو. تقول مستر يعني حضرتك غالبا مش هيدي لك رقم يربكك، ولكن الهدف اصلا من السؤال هو يعلمك الطريقه اللي هتفكر بيها. الهدف الاساسي من السؤال ان احنا نطمن ان انت بتفكر صح او لا، وان شاء الله كلنا نطلع نكون بنفكر صح ان شاء الله. طب ده اول نمط من انماط المسائل اللي موجوده عندنا يا اولاد، يعني ان شاء الله كده تبقى العمليه سهله بالنسبه لك. طيب في سؤال كمان، السؤال الثاني برضو عندنا يا اولاد معتمد على ارقام افوجادرو. طيب هو افوجادرو ده مهم جدا بالنسبه لك في ايه؟ تقول لي حضرتك يا مستر افوجادرو ادانا عدد الايونات وادانا عدد الذرات وادانا عدد الجزيئات، ده بالنسبه للرقم الثابت بتاع افوجادرو وطريقه استخدامه زي ما وريتها لحضرتك. طيب ايه كمان؟ برضو افوجادرو عندنا حط لنا قانون مهم جدا للغازات. افوجادرو قال ايه؟ قال لو انا عندي اي غاز عند معدل الضغط والحراره المول منه عنده حجم ثابت اللي هو 22.4 لتر. ده المول من اي غاز عند معدل الضغط والحراره. طب لو كان عندي 2 مول، تقول لي حضرتك يا مستر هضرب عدد المولات في الرقم الثابت. طب لو كان عندي 3 مول، عدد المولات في الرقم الثابت. فانا بصوره عامه بقول عدد المولات في الرقم الثابت. طب خد بالك القانون ده قانون خاص بالغازات. تقول لي لا يا مستر مش قانون خاص بالغازات بس، ده كمان قانون خاص بالغازات عند معدل الضغط والحراره. يبقى انا مش مسموح لي او مش متاح لي اشتغل بالقانون ده الا لو انا بتكلم على غاز وتحديدا عند معدل الضغط والحراره. طب تمام، يبقى الغاز عنده 1 مول من اي غاز عند معدل الضغط والحراره الحجم بتاعه حجم ثابت هو 22.4 لتر. طب هضرب في المطلق في عدد المولات في الرقم الثابت. طب يا مستر عدد المولات دي ليها قانون، القانون بتاعها هو عباره عن الكتله على كتله المول في الرقم الثابت اللي هو 22.4. طيب وانا امتى هشتغل بالقانون ده وامتى هشتغل بالقانون ده؟ اللي متابعنا دايما عندنا اولاد بقول لك في عندي حاجه اسمها قانون بسيط وفي عندي حاجه اسمها قانون تفصيلي. القانون البسيط هو اللي فيه معلومات اقل اللي هو الحجم بيساوي عدد المولات في الرقم الثابت، والقانون التفصيلي اللي هو فيه معلومات اكتر شويه اللي انا بشيل كلمه عدد المولات واحط معناها اللي هي الكتله في كتله المول. طب يا مستر برضو عشان حضرتك ما تتوهش نفكر كده في سؤالين مختلفين. لو انا طالب من سيادتك تحسب لي مثلا عندي غاز ثاني اكسيد الكربون عند ميم ضاد دال، لو انا عندي يا اولاد 5 جرام من ثاني اكسيد الكربون عايز اعرف الحجم بتاعه. قلت له طب تمام، في الحاله دي عندنا يا مستر انت طالب مني حجم 5 جرام من ثاني اكسيد الكربون في الحاله الغازيه عند معدل الضغط والحراره. افكر ازاي؟ قلت له مبدئيا هكتب القانون. طب انه قانون؟ هل القانون البسيط ولا القانون التفصيلي؟ قلت له حضرتك يا مستر هو عايز هنا طالما مديني كتله يبقى انا هشتغل عندنا بالقانون التفصيلي. طب ايه القانون التفصيلي؟ القانون التفصيلي بيقول ان الحجم هو عباره عن الكتله اللي هو مديها لك على كتله المول في الرقم الثابت اللي هو 22.4. طب تمام، الكتله عندي كام الكتله؟ تقول لي 5. طب كتله المول؟ تقول لي لا يا مستر هنحسب الاول كتله المول. طب هحسب كتله المول ازاي؟ تقول لي هحسب الاول كتله المول من ثاني اكسيد الكربون، اكيد هدي لك الكربون ب 12 والاكسجين 16 في 2 هتطلع عندنا ب 44 جرام. يعني انا للمره الاخيره ما قلقش ان هيديني القيمه بتاعه الكربون والقيمه بتاعه الاكسجين واحسب انا عندنا كتله المول. طلعت هنا عندنا ولاد 44 جرام. طيب مبدئيا ال 5 على 44 دي هي عدد مولات ثاني اكسيد الكربون. طيب في الرقم الثابت بتاعنا اللي هو 22.4 وتطلع النتيجه عندك زي ما تطلع باللتر. كمان مره هنا سؤالي معتمد على ايه؟
قلت له هنا سؤالي معتمد على التطبيق المباشر للقانون. طب ايه التطبيق المباشر للقانون؟ قلت له حضرتك يا مستر والله قانون افوجادرو بيقول ان حجم الغازات عند معدل الضغط والحراره، لازم غازات عند معدل الضغط والحراره هي عباره عن عدد المولات في رقم ثابت اللي هو 22.4 باللتر طبعا. طيب هل الراجل مديني مباشره عدد المولات؟ قلت له لا يا مستر، الراجل هنا مدي لك كتله، يبقى انا مبدئيا هكتب القانون اللي فيه الكتله اللي هو القانون التفصيلي. طب ايه القانون التفصيلي؟ الحجم بتاع الغازات عند معدل الضغط والحراره هو عباره عن الكتله على كتله المول في الرقم الثابت. طب ما دام هشتغل بالقانون التفصيلي يبقى في تفصيله كده صغيره لازم اخد بالي منها، لازم احسب كتله المول الاول من ثاني اكسيد الكربون. طب نجرب تاني كده عندنا يا ولاد. لو بقول لحضرتك لو انا عندي 10 جرام من غاز الكبريت عند معدل الضغط والحراره، احسب حجمه. تقول لي خد بالك غاز ايه؟ اقول لك غاز الكبريت. طب تمام، هو الكبريت في الحاله الغازيه شكله عامل ازاي؟ تقول لي مستر حضرتك شكله S8. اه يبقى انا مهم جدا الحته اللي انا قلت لك في الاول، الفوسفور في الحاله الغازيه الجزيء بتاعه رباعي الذره، والكبريت في الحاله الغازيه الجزيء بتاعه ثماني الذره. اه يبقى انا مهم جدا الشكل بتاعه، الشكل بتاع غاز الكبريت هو S8. ايه المطلوب؟ انا عايز احسب حجم 10 جرام من غاز الكبريت عند معدل الضغط والحراره. طب نكتب انهي قانون؟ قلت له يا مستر ما دام سمعت كلمه جرام يبقى انا هكتب القانون التفصيلي. طب ايه القانون التفصيلي؟ ان الحجم عند معدل الضغط والحراره هي الكتله اللي هي 10 على كتله المول من الكبريت. طب انا هحسب ازاي كتله المول من الكبريت؟ قلت له اكيد يا مستر هتدي لنا الكبريت لوحده ب 32، ده المول منه، يبقى كتله مول من غاز الكبريت هي 32 في 8 وتطلع القيمه زي ما تطلع بالجرام. طيب انا عندي الكتله اللي هي 10 على 32 في 8 اللي هي كتله المول من غاز الكبريت في الرقم الثابت اللي هو ال 22.4 وتطلع النتيجه زي ما تطلع باللتر. طب يبقى السؤال ده اتعلمت منه ايه؟ اتعلمت منه كذا قيمه يا اولاد. رقم واحد، رمز الكبريت في الحاله الغازيه هو S8. طب جميل، لو انا مش عارف ان رمز الكبريت في الحاله الغازيه وهو غاز مختلف عن رمزه في الحاله الصلبه هيبقى عندي مشكله كبيره شويه. طب يبقى رمزه في الحاله الغازيه هو S8. طب ايه كمان؟ طالب مني حجم 10 جرام من غاز الكبريت، يبقى انا هكتب عندنا القانون التفصيلي. القانون التفصيلي اللي هو بيقول ايه؟ تقول لي حضرتك اللي هو بيقول لك الكتله على كتله المول في الرقم الثابت اللي هو 22.4، لان انت قلت لنا عند معدل الضغط والحراره. طب الكتله اللي هي 10 جرام قسمتها على كتلة المول من غاز الكبريت اللي هو 32 في 8 وضربتها عندنا في الرقم الثابت اللي هو 22.4. ده نمط سؤال اللي هو تطبيق مباشر على القانون، سواء هشتغل بالقانون التفصيلي او القانون المبسط. طب حاجة كمان يا اولاد، برضو في مجموعة امتحانات كده نزلتها او نزلتها الوزارة عندنا على الموقع الرسمي بتاعنا، مدي لك سؤال انا شايفه برضو من الاسئلة المهمة لسيادتك. مدي لك كذا معادلة، بقول لك انا عايز اعرف مين المعادله اللي فيهم بتحقق قانون بقاء الكتله. طيب احنا طبعا في النظام اللي فات، النظام التعليمي اللي فات يعني، كنا بنطلب من سيادتك تعمل لنا وزن للمعادله. هو غالبا انا مش هطلب منك هنا وزن المعادله، ولكن هطلب منك اسئله تعتمد اذا كنت انت فاهم المعادله امتى تبقى صحيحه او غير صحيحه من نمط السؤال نفسه. على سبيل المثال كاتب لك هو معادله كده عندنا ولاد، او كاتب لك في ضمن الاختيارات H2 مع O2 مطلع لك H2O، وبيقول لك هل المعادلة دي تحقق قانون بقاء الكتلة؟ تقول لي مستر والله بنظرة سريعة كده، هو عدد الهيدروجين اللي داخل هو عدد الهيدروجين اللي خارج. اه ده تمام. عدد الأكسجين اللي داخل مختلف عن عدد الأكسجين اللي خارج، يبقى المعادلة دي لا تحقق قانون بقاء الكتلة. كلمة تحقق قانون بقاء الكتلة يعني تبقى موزونة. يعني يا مستر؟ يعني كتلة المواد المتفاعلة كلها تبقى قد كتلة المواد الناتجة كلها. إذا المعادلة دي معادلة لا تحقق قانون بقاء الكتلة. طب إيه كمان؟ كاتب لي كده إن A2 مع Cl2 هيطلع 2NaCl. هل المعادلة دي تحقق قانون بقاء الكتلة؟ قلت له مستر طب ما هي زي الفل، محققة قانون بقاء الكتلة، 2 صوديوم داخل خارج 2 صوديوم.
واتنين كلورين داخل خارج اتنين كلورين. بس انت مش واخد بالك، مش واخد بالك من ايه؟ ان انا كاتب لك الصوديوم هنا بطريقه غير صحيحه. طب يا مستر وانا ان شاء الله هعرف منين الطريقه الصحيحه والطريقه الغير صحيحه؟ ده احنا يعني يا دوبك كده بنحاول نتحرك علشان المعلومات اللي احنا بناخدها الكتيره دي اللي ممكن تبقى مربكه لكتير مننا لو هو مش متاسس كويس. هقول لحضرتك ان شاء الله يعني اذا تابعتنا كويس وخدت القواعد السليمه هتبقى الدنيا بالنسبه لك ان شاء الله مباشره. طب برضو يا مستر حضرتك ما جاوبتش، انا هعرف منين اذا كنت انت كاتب لي الصوديوم هو فعلا بيتكتب ان ايه ولا ان ايه 2 ولا ان ايه 3؟ هقول لحضرتك مبدئيا عندنا اولاد الفلزات. طب هو مين اصلا الفلزات؟ الفلزات دي مجموعه من العناصر طبعا ليها مجموعه صفات كتيره جدا وعددها كبير جدا في الجدول الدوري. دون الدخول في تفاصيل كتيره عندنا اولاد، الفلزات دايما بتبقى احاديه الذره، الجزيء بتاعها احادي الذره. طيب وانا هعرف منين برضو يا مستر الفلزات من اللا فلزات؟ اقول لك احنا ممكن نكتب كده مع بعض يا اولاد مجموعه فلزات اللي هي المشهوره بالنسبه لك اللي هي دايما هتشتغل بيها. على سبيل المثال الصوديوم اللي هو الان، البوتاسيوم اللي هو الكي، السيلفر اللي هو الاي جي، الليثيوم اللي هو ال اي. دي فلزات، وبرضو بالمناسبه عدد التاكسد بتاعها اللي هي بوزيتيف 1. انا يمكن وعدتكم في حلقه سابقه ان احنا ممكن نكتب بعض الحاجات اللي تساعدني ان انا اعرف اكتب بيها معظم المركبات الكيميائيه دي، من ضمن الحاجات اللي هتساعدك. طيب يبقى الصوديوم والبوتاسيوم والسيلفر والليثيوم دي بوزيتيف 1. كلمه بوزيتيف 1 دي عندنا اولاد يعني هي احاديه التكافؤ، وعشان هي فلزات فبيتكتب عليها شحنه موجبه لان هي اثناء التفاعل بتعمل فقد الالكترونات. ايه كمان في عندنا؟ المغنيسيوم الام جي، والكبر اللي هو السي يو، والزنك اللي هو الزد ان، والباريوم اللي هي البي اي. دي عند حضرتك حاجات فلزات برضو التكافؤ بتاعها ثنائي او عدد التاكسد بتاعها موجب 2. طب يا مستر حضرتك يعني عايز حضرتك تقول ان العناصر اللي اعداد التاكسد بتاعتها موجبه اللي حضرتك كاتبها لنا دلوقتي اللي هي زي الصوديوم والبوتاسيوم والسيلفر والليثيوم والمغنيسيوم والكبر والزنك والباريوم دي عندنا فلزات؟ قال لك يعني الجزيء بتاعها هو احادي الذره، اذا لما باجي اعمل تفاعل فيه صوديوم بكتب ان ايه بس، لو انا هكتبه از يعني هكتبه في صوره عنصر، او هكتب عندنا الصيغه الجزيئيه بتاعته وهو في صوره عنصر هيتكتب ان ايه. نفس الكلام الام جي، نفس الكلام السي يو. طب ايه كمان عندي؟ الاي ال والجولد اللي هو الاي يو ده، دول بوزيتيف 3. طب يا مستر حضرتك في حاجات انت ما قلتش عليها زي ايه؟ اقول لك زي الحديد، في منه حديد ثنائي وفي عندنا حديد ثلاثي. في كل الاحوال دي الفلزات الشائعه اللي انت هتستخدمها. يعني ايه؟ يعني لو انا هكتب تفاعل في صوديوم او بوتاسيوم او سيلفر او ليثيوم او اي حد من اللي انا كاتبه لك دلوقتي عندنا، لا دي معلومات مهمه جدا ارجوك لازم تحتفظ بيها لفتره كبيره. طيب المعلومات دي عندنا اولاد هتساعدني لو انا كاتب لحضرتك معادله كده زي اللي انا كنت كاتبها لك من شويه، اقدر اقرر هل هي مكتوبه بصوره سليمه ولا لا. نرجع كده للمعادله بتاعتنا تاني يا اولاد. ادي ان اي 2، المستر بعد اذنك ما تكملش. الان اي 2 ده من غير ما تفكر هو من الفلزات اللي حضرتك كاتبها لنا، والفلزات الرمز بتاعها في التفاعل وهو في صيغه جزيئيه بيبقى الجزيء بتاعه مكون من ذره واحده. طب يعني معنى كده ان انا من غير ما اكمل ده كده غلط. طب برضو نكمل كده المعادله. ادي سي ال 2 كنت كاتب لك 2 ان اي سي ال. اذا المعادله دي معادله خاطئه. عشان نقول ان المعادله دي تحقق قانون بقاء الكتله او لا تحقق، لازم تبقى معادله اساسا مكتوبه في صوره سليمه. لو هي مش مكتوبه في صوره سليمه يبقى انا في عندي ازمه كبيره شويه. طب ايه كمان؟ هقول لحضرتك لو انا كاتب لك كده عندنا اولاد ان اي مع سي ال 2 وطالع عندنا 2 ان اي سي ال وكاتب لك هنا كده عندنا 2، تقول لي مبدئيا المعادله تيجي ده معادله سليمه وتحقق قانون بقاء الكتله. ليه؟ تقول لي مستر ادي عندنا 2 ان اي داخل، ادي 2 ان اي خارج، طبعا ال 2 دي لكل الان اي سي ال، وادي 2 سي ال داخل، ادي 2 سي ال خارج. يبقى المعادله دي معادله سليمه تحقق قانون بقاء الكتله، في حين ان قبلها دي معادله غير سليمه لان رمز الصوديوم هنا عندنا مكتوب غلط. يبقى خد بالك
مبدئيا عشان احكم على المعادله معادله سليمه تحقق قانون بقاء الكتله ولا لا، وفقا للسؤال اللي انا سالته، لازم تبقى معادله مكتوبه بصيغه كيميائيه سليمه. لو هي مكتوبه بصيغه كيميائيه غير سليمه يبقى ملهاش لازمه اصلا ان انا اتتبع هل تحقق قانون بقاء الكتله ولا لا. يعني ايه؟ يعني لو هي مكتوبه كيمياء غلط يبقى لو سمحت ما تكملش خالص. طب يا مستر انا الاساسيات اللي اديتها لك النهارده قلت لك ايه؟ قلت لك الفلزات الجزيء بتاعها بيبقى احادي الذره. طب اللي قاعد بيسال يعني ايه فلزات؟ اقول له الفلزات هي مجموعه من العناصر لها مجموعه صفات، غالبا لما بتخش في التفاعل او دايما لما بتخش في التفاعل بتفقد الكترونات التكافؤ. طب يا مستر عشان انا ما عنديش القدره ان انا احصي كل الفلزات، هبتدي عندنا اركز على الحاجات الشائعه اللي انا اديتها لك. طب يا مستر هو هيجيب لي حاجات تانية غير دي؟ اقول لك لا، دي مجموعه من الفلزات بصوره عامه هتتعرض لها عندنا في كتير من المعادلات ان شاء الله. طب كمان معادله يا ولاد، مبدئيا انا هكتب لك كده معادله، ادي ام جي هو طبعا ده من الفلزات فهو انا كده كاتبه بصوره سليمه، هعمل له تفاعل مع غاز الاكسجين ادي او 2. قلت له طب تمام يا مستر، غاز الاكسجين، الاكسجين ده من الغازات ثنائيه الذره، هيطلع مين؟ اقول لحضرتك يطلع اكسيد المغنيسيوم ادي ام جي او، واحط لك هنا 2 اللي هو الوزنه بتاعتنا. مبدئيا هل المعادله دي معادله سليمه؟ قلت له حضرتك يا مستر المعادله دي معادله سليمه كيميائيا. يعني ايه؟ قلت له انت كاتب الام جي صح، كاتب الرمز بتاعه احادي الذره تمام لان ده من الفلزات، والاكسجين برضو كاتبه صح لان هو حالته غازيه فبيتكتب ثنائي الذره، وادي اكسيد المغنيسيوم اللي هو الام جي او تمام، و المعادله دي موزونه تمام. اقول لك بس ناقصها حاجتين مهمين قوي. قلت له طب يا مستر انا هقعد اخمن ناقصها ايه؟ اقول لك لا، هي المعادله اصلا هي موزونه تمام، هي كيمياء صح تمام، بس انا ممكن اكتبها لك بالشكل ده ولا حضرتك في خطا كبير في المعادله هنا؟ قلت له يا مستر ده مش خطا واحد، ده خطأين. ايه هما الاخطاء؟ قلت له حضرتك يا مستر برغم ان هي مكتوبه كيميائيا صح ومكتوبه موزونه صح، ولكن هو في حاجات مش موجوده فيها. زي ايه؟ تقول لي حضرتك يا مستر زي الحاله الفيزيقيه للمواد المتفاعله والمواد الناتجه وشروط التفاعل. يعني ايه؟ اقول لحضرتك يعني المعادله دي عشان تبقى معادله سليمه 100% لازم اكون كاتب لك هنا الحاله الفيزيقيه، هنا سوليد وهنا جاز وهنا سوليد، والشروط بتاعتنا بنعمل حراره كده. طب عايزين نميز ما بين حاجتين. لو انا كتبت لك معادله قلت لك هل المعادله تحقق قانون بقاء الكتلة ولا لا، شوفها هل هي متزنة ولا غير متزنة. لو انا كتبت لك معادلة زي اللي انا كنت كاتبها لك دلوقتي عندنا اولاد قبل ما احط الحالة الفيزيقية، هقول لحضرتك المعادلة دي فيها خطأ علمي، الخطأ العلمي هو عدم وجود الحالة الفيزيقية. كمان مرة هكتب لك معادلة زي كده عندنا اولاد، اقول لك انا عندي النيتروجين بيتفاعل مع الاكسجين عشان يطلع اكسيد النيتريك، واكتب لك ده عندنا جاز جاز جاز، ولو في شروط هكتب لحضرتك الشروط. السؤال هل المعادله دي معادله سليمه؟ قلت له يا مستر ما هو برضه سليمه اهي، ادي واحده ان خارجه واحده ان وادي واحده او خارجه واحده او. اقول لك بس برضه نتفق، هل انا كاتب كده غاز النيتروجين بصوره سليمه؟ هل انا كاتب غاز الاكسجين بصوره سليمه؟ قلت له يا مستر طب وحضرتك ايه اللي هيخليها مش سليمه يعني ان شاء الله؟ اقول لك الغازات غازات العناصر الجزيء بتاعها ثنائي الذره. يعني ايه؟ قلت له عشان تبقى المعادله دي معادله سليمه يبقى لازم نكتب عندنا N2 والاكسجين هو O2 اللي طالع هو NO تمام مفيش فيه ازمه. طب يا مستر حضرتك احنا خلاص انت كتبها لنا كده بصوره سليمه مفيش ازمه وهتكتب لي الحاله الفيزيقيه، هل هي تحقق قانون بقاء الكتله؟ اقول لك برضه عشان تحقق قانون بقاء الكتله لازم تكون متزنه، هل هي معادله متزنه؟ قلت له يا مستر دي مش معادله متزنه لان مجموعه كتل المواد المتفاعله ومجموعه كتل المواد الناتجه مش قد بعض. طب عشان تحقق قانون بقاء الكتله، قلت له حضرتك يا مستر لازم تكتبها بصوره سليمه متزنه زي ما انا هكتبها لك بقى في الصوره الاخرانيه دلوقتي، N2 مع O2 هيطلع لك 2NO، ويكتب لك هنا جاز وهنا جاز وهنا جاز، كده هي معادله سليمه متزنه تحقق قانون بقاء الكتله. كمان مره، يبقى انا لازم عشان اشوف نمط السؤال رقم واحد ممكن يكتب لي عندنا معادله خاطئه،
قولي هل هي تحقق قانون بقاء الكتلة ولا لا؟ يبقى حتى لو كانت متزنة، طالما هي مكتوبة بصورة غير سليمة، يبقى معنى كده هي معادلة لا تحقق قانون بقاء الكتلة. عشان أقدر أطبق قانون بقاء الكتلة لازم أطبقه على معادلة مكتوبة بصورة سليمة. مكتوبة بصورة سليمة يعني إيه؟ يعني يا مستر حضرتك أدي كالسيوم مع غاز الأكسجين الأو، هيطلع عندنا أكسيد الكالسيوم. مبدئيا أنا هبص هل هي معادلة سليمة كيميائيا؟ تقول لي لا يا مستر حضرتك مش سليمة كيميائيا، ده أكسجين حالته غاز، يبقى لازم يتكتب عندنا O2. طب هل هي تحقق قانون بقاء الكتلة؟ قلت له مستر اكيد ما بتحققش قانون بقاء الكتله. قانون بقاء الكتله يبقى لازم تبقى المعادله متزنه، كالسيوم خارج كالسيوم، اتنين اكسجين خارج واحده بس. طب اعمل ايه؟ قلت له حركه مستر، ممكن نحط هنا 2 كده وهنا 2 في الحاله دي، كده المعادله دي تحقق قانون بقاء الكتله. طيب يبقى ده نمط سؤال. طب ننقل بقى كده على سؤال تاني عندنا ولاد برضو، لان احنا بنهتم دايما بالتعليقات اللي انتوا بتبعتوها من خلال المتابعه على الصفحة بتاعت قناة النيل على اليوتيوب. ففي تعليقات كتيرة جدا ان في كتير مننا عنده أزمة في تحديد يعني ايه حمض، يعني ايه قاعدة، وفقا لنظرية برونشتيد ولوري. دي هدي لك كده مثال ان شاء الله كده يطلع سهل بالنسبة لك ويحاول قدر الامكان يساعدك في فهم المفهوم اللي انا عايز اقوله. لو هدي لك كده عندنا ولاد مثال زي HS سالب مع OH سالب، دي المواد المتفاعلة، الناتج عندنا هو S نيجاتيف 2 مع H2O. ايه المطلوب؟ عايز اعرف مين الحمض ومين القاعدة وفقا لنظرية برونشتيد ولوري. كل اللي هعمله عندنا ولاد دون الدخول في التفاصيل في التعريفات، هبتدي اتتبع المركب اللي انا معلم عليه دلوقتي. هو كان داخل في صورة HS سالب، خارج في صورة S سالب 2. قلت له يا مستر يعني ده حضرتك فقد بروتون. يعني ايه؟ يعني معنى كده عندنا ولاد ده فقد للاتش بوزيتيف، يعني معنى كده ان هو حمض. يبقى وفقا لقاعده برونشتيد اللي بيدي البروتون لغيره هو حمض. طب الاو اتش سالب دي خرجت اتش 2 او. تقول لي اه يا مستر يعني الاو اتش سالب دي عملت اكتساب لبروتون، اذا هي قاعده تاني. يبقى انا عندي يا اولاد لو سمحت ما تهتمش قوي بالمعادله، يعني ما تهتمش المعادله دي اتعملت ازاي ولا هي صح كيمياء ولا غلط كيمياء. هو الراجل كاتب لك معادله وبيقول لك مين الحمض مين القاعده، يبقى انا هعمل تتبع واشوف مين اللي فقد بروتون ومين اللي استقبل بروتون. برضو للاسف الوقت عدى، مع ان كان في معلومات كتيره جدا مفروض ان انت حضرتك تعرفها، بس يعني في النهايه كده كل رجاء ان يكون اللي احنا خدناه النهارده ان شاء الله مفيد لحضرتك ان شاء الله، واتمنى ان هو يكون ساعدك ان انت تغير ولو حتى حاجه بسيطه كده المفاهيم اللي عندك، ويساعدك ان انت وانت بتحل في الامتحان تبقى بتحل وانت مستريح ان شاء الله. خلال الحلقه القادمه ان شاء الله هنحاول قدر الامكان اجيب لحضرتك انماط اسئله مختلفه اكتر عشان ساعدك اكتر في المرحله الجايه ان شاء الله. الى اللقاء.